رمضان كريم عليكم مشاهدينا من شاشة تلفزيون دبي، معاكم أنا ميتة محمد في آخر كلام. تعرفون شو أحلى شيء في الدنيا؟ الربح، ومعانا نحن الربح وايد سهل وسريع ومستحيل حد يطلع خسران. أول أمس فازت مريم من سلطنة عمان، ومن محاولة واحدة، انتبهوا وتخيلوا، من محاولة واحدة ربحت بكل الفلوس اللي في الخزنة اللي هي كانت 55,000 درهم. عشان كذي أباكم اليوم تكونون جريئين وعندكم روح التحدي. الخزنة للحين فيها 29,000 درهم والمبلغ قاعد يزيد. أرقام الليلة هي، إذا قلتوها صح الخزنة راح تفتح وكل الفلوس اللي فيها راح تكون من نصيبكم. خلونا نشوف الأرقام اللي موجودة اليوم على أو الرقم، أرقام الخزنة. 1 3 5 7. ومثل العادة، نعم ومثل العادة، الرمز السري موجود في الظرف اللي محطوط على الطاولة. آخر الحلقة إن شاء الله راح نفتح معاكم ونشوف رقم الرمز الخزنة. والحين ناخذ أول اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، منو معايا؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. من وين تكلمني عبد الرؤوف؟ من البحرين. يا مرحبا وسهلا بهالبحرين كلهم، نتشرف فيكم. أهلا وسهلا. خبرني شو أخبارك وشو أخبار العائلة؟ الحمد لله طيبين طاب حالك. بداية مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. إلى جميع كادر قناة دبي وإلى الشعب الإماراتي الشقيق وجميع المشاهدين لقناة دبي. وأنت بصحة وسلامة ونشكرك يا عبد الرؤوف. وخبرني كيف معلوماتك، وفي حد يشجعك ولا روحك اليوم يالس؟ والله الأهل موجودين بس كثقافة عامة لا بأس بها، يعني موجودة. نسلم يعني على العائلة ونقول لهم يا هلا ومرحبا بكم في برنامج آخر كلام. وهم بعد يسلمون. طيب يا عبد الرؤوف يعني. الله يسلم. خلنا نشوف السؤال الأول شو يقول. تفضل. السؤال يقول في أي سنة تأسست، عفواً، في أي سنة تأسس مطار دبي الدولي؟ عام 1960 أو 1970؟ يعني تأمس 70 إذا ما خاب ظني. ماشي وقت يا عبد الرؤوف. يلا يا عبد الرؤوف. 60 سوري. ثبتوا على الجواب وصح يا عبد الرؤوف، ربحت معنا أول 1,000 درهم. والحين خلنا نروح نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. الألف ضرب واحد، الألف تبقى 1,000، لكن لازم تجاوب على هذا السؤال صح، وبعدين إن شاء الله راح نكمل معاك المسابقة. جاهز يا عبد الرؤوف؟ إن شاء الله. بسم الله. ما هي المادة التي تعطي النبات اللون الأخضر؟ الاحتمالات الميلانين او الكلوروفيل. الكلوروفيل. نثبت على الاجابه الكلوروفيل، ماده الصبغه الخضراء. والجواب صح يا عبد الرؤوف، مبروك لك ال1,000 درهم. ونكمل معاك ونشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. ضرب 2، 2000 درهم صاروا في رصيدك يا عبد الرؤوف إذا جاوبت على هذا السؤال صح. معاي أنت يا عبد الرؤوف؟ معاكي. يلا بسم الله نشوف السؤال. بسم الله. السؤال يقول ما اسم المضيق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب؟ الاحتمالات مضيق الدردنيل. لا، مضيق جبل طارق. أو مضيق جبل طارق. ما شاء الله عندك الإجابة. دردنيل صوب تركيا. هاي عبد الرؤوف. شو انا ما انتبهت. جبل طارق. صح يا عبد الرؤوف، ربحت معنا 2000 درهم صاروا في رصيدك. الين الحين تجاوبت على 3 اسئله ولا 4 اسئله كنترول؟ 3 اسئله. 3؟ باقي لك بعد سؤال وبعدها تقدر تروح تحاول حظك مع الخزنه. جاهز؟ ان شاء الله. يلا بسم الله نشوف السؤال. عفوا المالتي بلاير. ضرب 1، ال2000 بيتمون 2000 درهم في حال إذا جاوبت على هذا السؤال صح. معايا يا عبد الرؤوف؟ معاكي. بسم الله نشوف السؤال. السؤال يقول
ما هي الشركة التي اخترعت القرص المضغوط اللي هو السي دي؟ أبل أو فيليبس؟ عبد الرؤوف ترى ما شيء وقت، انتبه. فيليبس ونثبت على فيليبس، نشوف إذا الإجابة كانت صح ولا غلط. والجواب صح، وربحت معانا 2000 درهم. روح الخزنة يا عبد الرؤوف. ألو، معك. أنت معايا؟ نروح الخزنة؟ شوف يا عبد الرؤوف، الخزنة فيها 29,000 درهم. أنت لازم تقوي قلبك وتحاول. ما أنت يعني داخل تلعب تلعب. يمكن حظك يكون حلو وتربح من أول محاولة. هاي يا عبد الرؤوف. شوية الفكرة إيه؟ الأرقام 1 3 5 7. أيوة. والموجود يعني هناك رقم مفضل عندي يعني كحظي فيه، يعني ما مو موجود ضمن الأرقام، هي الفكرة وما فيها، فالمغامرة شوية فيها مجازفة. طيب ما أنت ما غامرت أدري. غامرت يعني ما راح. أنا غامرت صحيح. آخر كلام يا عبد الرؤوف، تلعب على الخزنة ولا تنسحب ب2000 درهم؟ والله أفضل الانسحاب. يعطيك العافية وألف مبروك لك يعني. ال2000 درهم تتهنى فيهم إن شاء الله. الله يعزك، مشكورين. وناخذ اتصال جديد، نقول ألو. السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. ممكن تخفف صوت التلفزيون؟ معك يا ست ميزة، رمضان كريم. يا مرحبا وسهلا، كل عام وانت بخير. وانتم بخير ان شاء الله. منو معايا؟ مسلم عبد الرضا من بغداد من العراق. منو؟ مسلم. مسلم عبد الرضا. اهلا وسهلا، واهلا باهل العراق كلهم وكل اللي يتابعونا. اهلا فيك يا ست ميزة. يا مسلم. من جد المتابعين فيك احنا. الله يسلمك، جاهز للعبة؟ ان شاء الله. متحمس؟ ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. في حد معاك ولا روحك؟ زوجتي والعيال واخوي. زين، ممكن مسلم تخف صوت التلفزيون من عندك عشان تقدر تسمعنا اوضح ونسمعك اوضح؟ نصينا بس اهلي جوا جاي. اخر خف صوت التلفزيون على الاخر واسمعني من التلفون. وياك تسمعني. يلا يلا يا مسلم، نشوف اول سؤال شو يقول لك. إن شاء الله. ما هي أكبر دولة في الخليج من حيث المساحة؟ الاحتمالات الكويت أو المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية إن شاء الله. آخر كلام. نشوف نثبت. وصح يا مسلم، ربحت معنا أول 1000 درهم. خلنا نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. كل خير وبركة. الله يسلمك، عقبال الفوز إن شاء الله. الخزنة إن شاء الله. إن شاء الله. الواحد ضرب واحد، الألف تتم ألف، لكن لازم تجاوب على هذا السؤال صح؟ الحمد لله. يلا الحمد لله. السؤال يقول، ما اسم الفنان الإماراتي صاحب أغنية بدر؟ عيض المنهالي أو فايز السعيد؟ مساعدتك يا ميتة. يلا يا مسلم، ما شي وقت، عطني الجواب. المنهالي. ثبتوا على الجواب، خلونا نسمع الجواب. صح. الحمد لله. وخلونا الحين نشوف المولتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. ان شاء الله خير. ألف ضرب ثلاثة يعني راح يصير في رصيدك 3000 درهم في حال جاوبت صح على هذا السؤال. الله على التشجيع. الله مسلم، ناوي على الخزنة اليوم ولا لا؟ إن شاء الله. ما إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. يلا خلنا نشوف السؤال. إن شاء الله. السؤال يقول، من هو مؤلف مسرحية البخيل؟
الاحتمالات شكسبير او مولير. يلا يا مسلم ترى ما عندك وقت. مولير سميته مساعدة منك. ثبتوا مساعدة من يمك يا مالك. ثبتنا ثبت مولير انا خلاص يا مسلم. ومبروك 3000 درهم صاروا في رصيدك يا مسلم. يا الله يا مسلم تستاهل تستاهل يا مسلم. هاي يا جماعه الخير ناخذ بعد سؤال ولا مالتي فلاير؟ يلا نشوف المالتي فلاير كم راح يضاعف لك المبلغ يا مسلم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تفوز. ثلاثة آلاف ضرب واحد وتم 3000 مثل ما هي، لكن خلنا نشوف السؤال. لازم تجاوب على هذا السؤال صح يا مسلم لله. عشان تستمر معانا في اللعبة. الحمد لله. يلا بسم الله. السؤال يقول ما اسم العلمي الذي يطلق على أبعد نقطة في مدار القمر عن الأرض؟ الاحتمالات الأوج أو الحضيض. الحضيض. متأكد؟ إن شاء الله. آخر كلام؟ آخر كلام. الأوج الأوج سميته الأوج. الأوج الأوج. الأوج الأوج. صح صح صح. 3000 صاروا في رصيدك يا مسلم. شكرا جزيلا يا سميته. نروح الخزنة؟ والله ما توقعت المبلغ يكون هيك، توقعت أكثر من هذا. ما أسمع. بس الحمد لله على كل حال أهم شيء سمعنا صوتك يا سميته. تغير كلامك يا مسلم صدقتني صراحه المشاركه مؤثره جدا وسمع صوتك المشاركه في اخر كلام هي ربع الله يسلمك اتوقع ان شاء الله اكثر هذا الرقم بس الحمد لله على كل حال اهم شيء المشاركه معك تستاهل تستاهل تتهنى فيهم ان شاء الله يا مسلم ويعطيك العافيه الله يسلمك جماعه الخير فاصل قصير ونرجع لكم من برنامج اخر كلام من بعد هذا الفاصل لازلنا مستمرين في برنامج آخر كلام مع المتصلين وإن شاء الله الكل يفوز أنا ما راح أخسر حد أي حد يتصل بي لازم أفوز لو بألف درهم بس أنا بتقوون قلوبكم وتربحون معايا الخزنة أبا طموحكم مش بس على الأسئلة أبا طموحكم على الخزنة 29,000 درهم ممكن تصير من نصيبكم خلونا ناخذ أول اتصال أو اتصال بعد البريك ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، منو معاي؟ وياك من العنود. العنود من وين تكلميني؟ من أبو ظبي. يا مرحبا وسهلا بأبو ظبي كلهم. تحية لك. عنود. نعم. أنت جاية أتوقع عشان الخزنة، مش عشان الأسئلة. إي أكيد أكيد. يعني بعد ما نخلص الأسئلة بتدخلين على الخزنة، صح؟ بتحاولين؟ إن شاء الله. مو رابع سؤال على اخر رابع سؤال تقولي لي انا بنسحب لا لا انا بساعد يلا نشوف السؤال الاول يقول ما هي اكبر قارات العالم من حيث المساحه احتمالات قاره اسيا او قاره افريقيا وعندك 15 ثانيه اسيا ثبتوا على اسيا صح مبروك لك العنود 1000 درهم خلينا نشوف المالتي فلاير كم راح يضاعف لك المبلغ منو يشجعك منو معاك الاهل الاهل كلهم ياسين هلا هاي خلي يقولون اخر كلام سمعيني صوتهم اخر كلام طيب يا عنود خلينا نشوف السؤال الثاني ولا مالتي فلاير مالتي فلاير بنشوف كم راح يضاعف لك المبلغ فالك الفوز يا العنود ضرب 2,000 درهم صاروا في رصيدك في حال إذا جاوبتي على هذا السؤال صح نقول بسم الله يا عنود بسم الله يلا السؤال يقول ما هو اللون الأكثر راحة للنظر
الله، اللون الأخضر أو اللون الأزرق؟ الأخضر. متأكدة؟ نعم. آخر كلام؟ آخر كلام. ثبتوا على الإجابة صح، ومبروك لك، الألفين درهم صاروا في سابتش. خلونا نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لها المبلغ. كنترول، اثنين ضرب اثنين، 4000 درهم صاروا في رصيدك يا عنود. بس لازم تجاوبين صح على هذا السؤال يا عنود. انت معاي متحمسة؟ ايه متحمسة وياك. ترى السؤال وايد سهل. اذا انت تشوفين تلفزيون دبي وتحضرين مسلسلات تلفزيون دبي بتعرفين ان السؤال وايد سهل. عنود انا ما احس انك متحمسه. لا لا متحمسه. يلا اوكي، السؤال يقول من هو الممثل الذي يجسد دور عمران في مسلسل النار بالنار؟ الاحتمالات عابد فهد او جورج خباز. يلا يا عنود. عابد فهد. متأكدة؟ نعم. ثبتوا لها الجواب. وصح، مبروك، ربحتي 4000 درهم صاروا في رصيدك يا عنود. نروح الخزنة؟ لا باقي سؤال. باقي سؤال. مركزة معايا. بس نروح الخزنة. عنود وياك بتروحين الخزنة ولا لا؟ لا لا بنكمل السؤال. بنكمل ان شاء الله. اوكي بنروح، خلونا نشوف المالتي بلاير. الـ4000 تتم 4000 مثل ما هي، بس في حال إذا جاوبتي على هذا السؤال صح. وبسم الله يا عنود، السؤال يقول ما هي عاصمة ساحل العاج؟ الله يسامحك يا دينا. الاحتمالات أبيجان أو يامو سوكرو. يامو سوكرو. ما شاء الله عليك، عندك الإجابة على طول. من يغششك يا عنود؟ مبروك لك، 4000 درهم صاروا في رصيدك. عنود. نعم. أنت معايا؟ نعم. نروح على الخزنة اللي فيها 29000 درهم. شوفي إذا رحتي أو إذا جربتي مرة واحدة الخزنة راح يكون فيها 31000 درهم. لا تقولين لا. لا عنود وين رحتي؟ عن سحب وسحب. كيف؟ لأن المبلغ بسيط 4000. قبل شوي قلتي لي بتروحين الخزنة، الحين غيرتي كلامك. هي لو كان أكثر. أنا أطالب البرنامج يغيرون قوانين اللعبة. لازم كل متصل يروح الخزنة. ما يصير كذي يا جماعة الخير. يعطوني كلام بعدين يغيرون رايهم، يربحون يروحون. هاي يا عنود مره واحده. لا يا يمكن تربحين السرعه. ها شو يا عنود؟ لا لا خلاص. طيب نقول لك الف مبروك، الـ4000 درهم تتهنين فيهم يا رب. نحن لازم نغير قوانين اللعبة يا جماعة الخير، ما يصير كذي. يلا ناخذ اتصال ثاني نقول الو مرحبا. الو مرحبتين. مرحبا وسهلا، من وين معاي؟ معاك حصة. حصة من وين تكلميني؟ من عمان من مرقب. اهلا وسهلا يا حصة، اتوقع انت جاية عشان الخزنة، عشان تربحين مثل ما مريم ربحت. اكيد اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. حق اهل عمان ان شاء الله هالمرة. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تكونين انت بعد محظوظه هالمره وتربحين الخزنه 29000 درهم. ان شاء الله ان شاء الله يدل. ان شاء الله. منو معك يا اهلي؟ اهلي كلهم موجودين؟ هي موجودين. خلاص خليهم معك عشان يساعدونك في الاسئله وعشان نربح ان شاء الله ونروح الخزنه ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال يقول
ما اسم القديم لإمارة أبو ظبي؟ الاحتمالات أم النار أو جلفار. أم النار. أم النار، ثبتوا على أم النار ونشوف. صح يا حصة، مربوط، مبروك الألف درهم. الله على الحماس، الحماس الحماس العماني. يا سلامي عليكم وعلى الشعب العماني. الله يحفظ شعب الإمارات، يحفظ شيوخ الإمارات. آمين يا رب. طيب يا حصة، نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ إن شاء. وضرب أربعة، يعني في حسابك 4000 درهم في حالة تجاوزت. الحمد لله، الحمد لله ما تدخلون. تستاهلين يا حصة، بس لازم تجاوبين صح على هذا السؤال وتكونين سريعة إن شاء، لأنه ما شيء وقت. طيب السؤال يقول، أين يوجد نهر الأمازون؟ في أمريكا الشمالية أو في أمريكا الجنوبية؟ أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية، آخر كلام؟ آخر كلام. متأكدة؟ متأكدة. وصح، ألف مبروك لك الـ4000 درهم لك يا حصة. ما شاء الله على الحماس. انتوا لازم كلكم تروحوا للاستديو هني. ان شاء الله، ان شاء الله بني الامارات ان شاء الله. نروح على الخزنه يا حصه. لا باقي سؤالين. انت مركزه معايا. طيب يا كنتال، عطوها عطوها السؤال ولا مالتي؟ طيب سؤال. اول شيء مالتي بلاير يا حصه ان شاء الله. بسم الله. وضرب 8000 درهم يا حصة صاروا في رصيدك في حال إذا جاوبتي صح. بس إن شاء الله جاوبين صح وتين معايا على الخزنة، مو بتنسحبين إن شاء الله. إن شاء الله. يلا شوف السؤال. السؤال يقول، ما هي عدد اللغات الرسمية في الأمم المتحدة؟ احتمالات 6 لغات أو 7 لغات. هاي ست لغات. قاعد اسمع حد يغشش، حد يغشش. ثبتوا السؤال. اهلي اهلي، ثبتوا على الاجابه. 6 6. منو هاي؟ حصه منو غششت؟ جوجل ولا اختك؟ اختي. اختك قاعده تشيك صح على جوجل؟ لا لا والله اسمعها، سمعتها قالت 6 6. تستاهلين حبيبتي، تستاهلين تستاهلين 8000 درهم. ان شاء الله. هاي حصة يلا الخزنة. لا السؤال الرابع. يلا نشوف السؤال الرابع، المالتي بلاير بالأول. ثمان تلاف تتم مثل ما هي 8000 في حال إذا جاوبتي على هذا السؤال صح يا حصة. إن شاء الله. السؤال لازم تنتبهين عليه. إن شاء الله. أنزل. السؤال يقول، أي من بين هذين البلدين هما المنتج الأكبر للجبنة؟ ألمانيا أو إيطاليا؟ انتبهي يا حصة. إيطاليا. ها؟ إيطاليا. متأكدة؟ إن شاء الله. لا يا حصة زعلتيني. يا جماعة خسرت ولا ما خسرت؟ خسرت 8000؟ خسرتي يا حصة 8000 درهم، لأن الجواب الصحيح ألمانيا. بس بعد أنا ما راح أخليك تسكرين وأنت زعلانة. 1000 درهم راح يكونون من نصيبك ويعطيك العافية، وحاولي مرة ثانية وإن شاء الله تربحين الخزنة أو الجائزة الكبرى. خلونا نطلع فاصل قصير وراجعين لكم إن شاء الله. رجعنا لكم من
من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ومتابعينا كل اللي يتابعنا عبر تلفزيون دبي، اللي حاب يشارك في برنامج آخر كلام، الأرقام موجودة أسفل الشاشة، بس اطرشوا لنا على الاسمس وإن شاء الله راح نتصل فيكم وفالكم الفوز للجميع إن شاء الله. والحين ناخذ اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، منو معايا؟ معك رياض صالح من الرياض. رياض يا هلا ومرحبا فيك وبأهل السعودية كلهم. هلا بك والله. يا مرحبا وسهلا، متحمس يا رياض؟ عام وكل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة. الله يسعدك. رياض أنا ناوي أغير قوانين اللعبة. إيه. ودين السر على 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 راسي أنا. كيف؟ كنترول أنا ما. السر على راسي أنا يعني. إيه. لا لا أنا بقول لك، لأن أنا قبل شوي قاعد أقول حق الكنترول أنه ما يصير كلهم قاعدين يربحون وينسحبون من غير ما يجربون الخزنة. يا أخي يمكن يكون حظك حلو وتربح الجائزة الكبرى بإذن الله، ربي يوفقنا. أنت قول لي من الحين ناوي على الخزنة ولا بس الأسئلة وتنسحب؟ بس ساعديني أنت في الأسئلة وإن شاء الله. حاضر أنا بساعدك، بس أنت بتساعدني وبتدخل الخزنة؟ والله على حسب الأهل، أنا أشوف الأهل اللي عندنا. طيب يلا نشوف. أول شيء كيف معلوماتك يا رياض؟ والله نص بالنص صراحة، ما طيب. يعني متوسط. في أكيد حد عندك صح؟ في حد حولك راح يساعدك؟ والله ما شاء الله موجودين، كلهم موجودين. أوه نوصل لهم أحلى تحية عبر البرنامج آخر كلام. خلينا نسمع أصواتهم، خلي يقولون آخر كلام. قولوا آخر كلام. آخر كلام. يعطيكم العافية، وخلونا نشوف يا رياض أول سؤال. سؤال يقول ما هي المدينة التي يطلق عليها اسم مدينة الضباب؟ الاحتمالات طوكيو أو لندن. لندن. أكيد؟ نعم مثبت. والجواب صح يا رياض، مبروك الألف درهم. وخلنا نشوف الحين المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. بسم الله الألف ضرب اثنين تصير 2000 درهم في رصيدك في حال إذا جاوبت على هذا السؤال صح. ونقول بسم الله يا رياض. يلا. السؤال يقول ما اسم الشجرة المستوحى منها شعار عام التسامح؟ الاحتمالات شجرة النخيل أو شجرة الغاف. شجرة النخيل. متأكد؟ أبا الجواب الصح شجرة الغاف. أنا ما أعرف شو أقول لك يا رياض، أسفة حاول مرة ثانية وإن شاء الله راح تربح الجائزة الكبرى، بس ما راح تسكر وأنت زعلان. ألف درهم صاروا من نصيبك، يعطيك العافية. وناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم. الو مرحبا. مرحبا استاذ. متفائله بالاتصال، ان شاء الله تدخلون الخزنه دايركت. الو. مرحبا استاذ. منو معاي؟ يا سالم. مرحبا وسهلا يا سالم، من وين تكلمني؟ مرحبا بملايين ويسجل. الله يرحبك، من وين تكلمني يا سالم؟ من بو ضابط العمرك من الشهامه. يا هلا مرحبا بهالشهامه كلهم. يا يلا سالم حجي. مع منو تتابعني؟ هم تابعنكم أكيد. منو معاك يتابعنا؟ والله عندي العيال حرمتي. نوصل لهم أحلى سلام من برنامج آخر كلام. جاهز يا سالم؟ جاهز إن شاء الله. متفائل؟ أنا ما كنت أستفيد من هواي. إن شاء الله وفالك الناموس إن شاء الله. إن شاء الله تربح. إن شاء الله النية الخزنة. إن شاء الله إن شاء الله تربح الجائزة الكبرى، تكون من نصيبك يا رب. بس انت ركز معايا. طيب نروح الخزنة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلونا نشوف السؤال شو يقول. من هو مخترع شخصية ميكي ماوس الشهيرة؟ الاحتمالات والت ديزني او ايلون ماسك. والت ديزني. متأكد؟ نعم. اخر كلام. مبروك
لك يا سالم 1000 درهم، وخلنا نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. مشكورين مرحبا. والألف بتم ألف مثل ما هي في حال إذا جاوبت على هذا السؤال صح. ونقول بسم الله. في أي عام اكتشف البنسلين؟ احتمالات 1931 أو 1928 يا سالم. اكتشاف البنسلين 1928. أكيد؟ يلا نثبت. وصح صح صح. الألف درهم بعدها معاك، بس خلنا نشوف الملتي بلاير كم راح يضاعف. ان شاء الله يدبل، ان شاء الله يدبل. ان شاء الله يا رب دبل المبلغ. ايه ان شاء الله، عشان اروح الخزنه ان شاء الله باذن الله. نشوف يا ملتي بلاير. ضرب اثنين يعني 2000 درهم صاروا في رصيدك يا سالم في حال إذا جاوبت على هذا السؤال صح. ونشوف السؤال. إلى من تنسب تسمية ملعب رولان غاروس الدولي؟ احتمالات طيار فرنسي أو طبيب فرنسي. قول طيار فرنسي. تأكد. نعم. آخر كلام. إن شاء الله. وثبتوا يا جماعة. صح صح. 2000 درهم صاروا في رصيدك يا سالم. ان شاء الله ان شاء الله عقب العداد ان شاء الله نروح الملتي بلاير ان شاء الله. وال2000 تتم 2000 يا سالم في حال اذا جاوبت على هذا السؤال صح. بس السؤال ترى وايد حلو وسهل. جاهز يا سالم؟ جاهز جاهز. يلا يا سالم. من صاحب هذا القول الشهير؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. اللي قاله أبو قاسم الشابي أو جبران خليل؟ أبو قاسم الشابي. آخر كلام. آخر كلام. عطانا إياها من الآخر. ثبتوا. الإجابة صحيحة، وألف مبروك لك، ربحت معنا 2000 درهم. وخلنا نشوف المالتي بلاير. ما في مالتي بلاير؟ خلاص يا سالم، خزنة دايركت. محاولة واحدة. نضاعف المبلغ أول شيء. كيف يا سالم؟ نضاعف المبلغ بسؤال. ما خلاص خلصت 4 أسئلة وجاوبت عليهم كلهن. الحين ما عندك غير الخزنة، تجرب حظك مرة واحدة. لا لا أختي، أعطينا سؤال بعد. ما عندي بعد، ما يصير. هي قوانين اللعبة كذي، كل متسابق له 4 أسئلة بس، مش أكثر عن 4 أسئلة. خلنا نجرب الخزنة، ممكن حظك يكون حلو وتربح معنا 29000 درهم. لا 31000 درهم. وايد والله، على سبة إن المبلغ يكون عالي شوي الواحد يجرب الخزنة. ما المالتي بلاير كذي عطاك. أنا حاولت إني أساعدك ومعاك وساعدتك بعد. الحين أعطونا سؤال وياك. ما شيء بعد يا سالم أسئلة. خلاص ما عليه، كان سحب. طيب جماعة الخير، نقول له مبروك. مبروك لك يا سالم 2000 درهم، وإن شاء الله تربح مرة ثانية معانا وناخذ اتصال ثاني. نقول ألو، سلام عليكم. ألو مرحبا. شوفوا أنا الحين قاعدة أشوف الكل قاعد يتصل يربح وينسحب. أنا أطالب رسميا برنامج آخر كلام يغيرون القوانين. كل متصل لازم يجرب لو مرة واحدة يفتح الخزنة. أنا كذي قاعدة أربحكم، بس أنتم مو قاعدين تساعدوني. أنا باكم تربحون الجائزة الكبرى، فمعناته من باكر يا جماعة الخير شوفوا حل. واللي حاب يشارك في البرنامج ترسلون SMS على الأرقام اللي راح تظهر لكم على أسفل الشاشة، وإن شاء الله نحن راح نرجع ونتصل فيكم وفالكم الفوز إن شاء الله للجميع. وناخذ اتصال الحين.
عندنا اتصال من الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو مرحبا، منو معاي؟ معاك سعيد. سعيد من وين تكلمني؟ من الكويت. يا مرحبا وسهلا بهالكويت كلهم. يعطيك العافيه ويعافيك. هاي يا سعيد، انت معاي نغير قوانين البرنامج؟ ايه لازم الكل لو يجرب مره واحده يروح الخزنه، صح ولا لا؟ معاك المالتي بلاير يعطي اكثر. هالواحد يدش الخزنه من تحت. انا المالتي بلاير ما اقدر اتحكم فيه، الكنترول هو من نفسه. انا الود ودي اربحكم كلكم تطلعون من عندي وانتم ربحانين باذن الله. باذن الله. انا احس اليوم المالتي بلاير معلق على الواحد، ما اعرف شو فيه. يمكن يفتح معك. يلا يمكن. بسم الله يا سعيد، احب الشخص المتفائل، احب انت سعيد، وان شاء الله راح تكون سعيد اليوم بالجائزه الكبرى يا رب. باذن الله. بسم الله. وناخذ اول سؤال، نشوف السؤال يقول اين يبدا هضم الكربوهيدرات في الفم؟ هضم الكربوهيدرات في الفم او في المعده؟ الخيارات مثلاً؟ الخيارات عندك أي في الفم ولا في المعدة؟ فم. كتبتوا على في الفم؟ صح، وربحت معنا أول 1000 درهم، ونشوف حظك يا سعيد. خلينا نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. بليز دلعوا يا جماعة، دلعوا سعيد. يلا ضرب 2000 درهم صاروا في رصيدك في حال إذا جاوبت على هذا السؤال صح يا سعيد. أنت جاهز؟ حلو، جاهز. يلا بسم الله. السؤال يقول في أي سنة وقعت كارثة تيرتش، الله يسامحك ديانا، تيرتش تيرتش نوبل؟ أنا علقت، سامحوني. أيوة أنت قلتها صح. أنا بعد لازم أشوف حل مع ديانا. الخيارات 1984 او 1986. 86. متاكد؟ اي متاكد. اخر كلام؟ اخر كلام. يلا اخر كلام. 2000 درهم صاروا في رصيدك يا سعيد. يلا مالتي بلاير. اكيد متحمس. يلا يا جماعه مالتي بلاير. بسم الله. كم طلع ما يبين؟ 2 ضرب 2 صاروا 4000 درهم في رصيدك يا سعيد. بس جاوب صح. القادم اجمل ان شاء الله يا رب. خبرني كيف كنت في المدرسه، شاطر ولا مو شاطر؟ بشنو؟ في المدرسه كيف كنت، شاطر ولا لا؟ بين البينين. في النحو، في القواعد؟ النحو والقواعد لا بقى. في الاعراب، اللغة العربية، في النحو. ايه حلو اللغة العربية. زين يلا بسم الله. السؤال يقول ما إعراب كلمة تحية في جملة تحية طيبة وبعد؟ احتمالات مبتدأ أو خبر؟ تمام. خبر. متأكد؟ بإذن الله متأكد. يلا خبتونا على الجواب صح، وربحت معنا 4000 درهم يا سعيد. كم سؤالين الحين كنترول؟ دبل 4 4. باقي لك بعد سؤال صح؟ اي باقي لي سؤال. يلا نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ، ان شاء الله يا رب تربح الجائزة الكبرى يا سعيد. كم؟ 8000 درهم صاروا في رصيدك يا سعيد في حال إذا جاوبت صح. الحين عاد لازم تركز معايا. يلا باذن الله بركة. السؤال هذا وايد مهم عشان انت هنا راح تحدد مصيرك، يا تربح يا تخسر. ان شاء الله ان شاء الله. وركز على الوقت يا سعيد، ركز على الوقت، فاذا في حد عندك يغششك بسرعه. يلا باذن الله. يلا بسم الله. السؤال يقول اي من هذين البلدين يبلغ عدد سكانه 66 مليون نسمه؟ الاحتمالات ألمانيا أو فرنسا؟ ألمانيا أو فرنسا؟ فرنسا. فرنسا؟ إيه. متأكد؟ آخر كلام؟ يلا آخر كلام.
صح 8000 درهم يا سعيد صاروا في رصيدك. حلو. ويلا على الخزنة يا سعيد. لا اوكي خلنا نسأل سؤال. خلصنا أربع أسئلة. لا يقول إذا أنا بتسألوني 8000 لون الحين أو كيف؟ أو 9000 إن شاء الله. كيف يا سعيد؟ الهدية شلون تستلمها؟ ياسين تتشاورون في البيت على المبلغ؟ ايه طيب نحاول نفتح الخزنة. شوف تعرف كم احتمال عندك؟ كم مرة تقدر تفتح الخزنة؟ لا اربع مرات. شلون استلم الجائزة؟ بعدين ان شاء الله راح نتكلم كيف استلام الجائزة. زين بالنسبة ل 8000 دقيقة خلينا نستشير استشاريني انا خارج. تفضل يا سعيد بس بسرعة لانه ماشي وقت. يلا يلا انا اقول لا عشان اللي وراي ياخذ. والله شوف اول شيء يعطيكم العافيه ما قصرتوا. الله يعافيك. والله مشاركه وياكم هذه اكبر فوز وما قصرتي يا ميثا وان شاء الله مو اخر مشاركه. سعيد غيرت رايك يا سعيد؟ لا انا ما قلت راي لا توهجيني. انت قبل شوي قلت ناوي على الخزنه الحين اشوفك تبغى تسحب. قاعد اقول غيروا القوانين. لما تغيروا القوانين راح تقلع. كيف قدامنا الحين احنا بالسيفتي خلنا مره خذ واحده. زين حاول مره واحده. راي شرف علي ولا عليك. مره واحده يا سعيد ممكن تربح. ممكن الجائزه الكبرى تكون من نصيبك. والله شوفي شوف انا بعطيك ارقام الخزنه وانت فكر ممكن تقدر تركبها صح. ارقام الخزنه أرقام. واحد ثلاثة خمسة سبعة. ركبي لي اول ثلاث ارقام والرابع عطني انت الترتيب الصح ممكن تربح يا سعيد. لا ما ابي اغامر درهم. ما اشوف انه متحمس سعيد. خلاص يبا ينسحب. الف مبروك لك يا سعيد 8000 درهم تتهنى فيهم ان شاء الله يا رب. وجماعه الخير خلونا نروح فاصل اخير في حلقتنا ونرجع وناخذ مداخله مع الممثل خالد الشمري. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية فاصل ومعانا الممثل خالد الشمري. مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور ورمضان كريم عليك وعلى أسرتك الكريمة وعلى أسرة تلفزيون دبي ومتابعينا الكرام. قالوا لي إنك بيج فان للبرنامج صح الكلام؟ أكيد يعني برنامج فيه ميثا محمد ما أكون لا بيج فان ما يصير. الله يسلمك ويسعدك يا خالد. طيب خبرني يا خالد شو تشوف حاليا انت على تلفزيون دبي غير برنامجي؟ طبعا اتابع مسلسل النون وما يعلمون بطوله الجميله. انا طبعا احب اطفرها اقول زميلتي الفنانه الهام الفضاله وشهاب جوهر وفاطمه الحوسني. نعم اي ونوصل بعد تحيه حق اخوي الفنان الدكتور طارق العلي يتابعنا من الكويت. نقول له يا مرحبا وسهلا فيك يا فنان الكبير طارق العلي. طبعا خالد نحن نعرف انك انت مدير اعمال الفنان طارق العلي وانت تمثل في نفس الوقت. كيف تقدر توازن بين هالشيئين في نفس الوقت؟ امانه شيء صعب بس تعرفين الفتره الزمنيه اللي بين المشاهد او بين ايام التصوير ادير فيها اعمال اخوي طارق العلي. احيانا مثلا يكون في عندي تعارض ايام تصوير مع ايام شغل مع الدكتور طارق العلي. نعم. فاستاذن من المنتج الله يجزاهم خير سلطان نيادي سعيد السعدي اقول لهم ان انا في التواريخ الفلانيه عندي ارتباط مع الدكتور طارق العلي في
الدولة الفلانية أو في المكان الفلاني، فإذا ممكن تأجلون مشاهدي، والله حق ما يقصرون أبداً. يعطيكم يعطيهم ألف عافية. طيب خالد أنت قبل، أو عفواً خالد أنت منو اللي حمسك أنك تدخل عالم التمثيل؟ شوفي قبل في 2020 شهر 7، نعم، بعد اللوك داون كان في حظر تجول ومنع سفر ووقفت الدنيا، فأعلنوا أن من 10/7 مسموح السفر للي ما أخذ اللقاح. نعم. أنا عندي بيت ومزرعة في صربيا، فعلى طول 11/7 أنا طاير. وصلت صربيا كان يجيني واحد جاري هناك في صربيا، أنا شوية أتكلم صربي يعني أمشي الحال، فيعني قال لي في منتج، قال لي أنا اللي أعرف أن أنت لك في الإنتاج وممثلين وشي، ففي عندي منتج صربي حاب يقعد معك. قلت له حياه الله خليه. فيعني قال لي أنا عندي مشهد أن واحد أجنبي بس يتكلم صربي. قلت له أنا مو بأجنبي. قال لا أنت بالنسبة لنا ترى أنت أجنبي. قلت له أوكي. فصورت معهم تقريبا 7 مشاهد. فكان هذا أول عمل لي، ما تكلمت عنه نهائيا، قلت أنه تمشي حال يعني تضيعة وقت وأنا هناك مسافر. فيوم رجعت أخوي طارق العلي وأخوي سعيد السعدي كان عندهم اجتماع بخصوص مسلسل حريم طارق، أنا كنت مسافر. نعم. اجتمعوا، والاجتماع الثاني يعني سعيد السعدي أوجه له تحية أبو مانع، أكيد. قال لي خالد في دور لك على شخصيتك أنت خالد الشمري. وطارق رفض. قلت له ليش رفض؟ قال ما أدري أنت تفاهم ويانا عيزت. فكلمته قلت له أبو محمد فرصة جايتني لين عندي ليش تقول لا؟ قال لي يا خالد أنت مش ممثل، وإذا أدائك طلع في الشاشة سيء بيقولون هذه واسطة من طارق العلي. صحيح. فقلت له يا أخوي خلاص عشان ما أزعلك ولا أزعل بمانع وعن الحلال والحرام، ومثلت وطلعت وفاجأت الجميع وفاجأت الفنان الكبير طارق العلي والمنتج سعيد السعدي، وطلعت بصورة جدا حلوة والكل تفاجأ بتمثيلك يا خالد. زين أنا بقول لك شيء، تقدر تقولي رمضان كريم بالصربي؟ ما عندهم رمضان فما أقدر أقولها، أمانه ما مرت عليها الكلمة قبل، بس يقولون رمضان كريم يعني عادي. زين عطني كلمة بالصربي إنك تحب برنامجنا أو مرحبا. زدرابو كاكوستي تي تي شو سوبر دوبرو. طيب يا خالد بما أنك أنت تحب برنامجي زين، فأنا أباك تشارك معايا في اللعبة وتدخل وتخوض تجربة المشاركة في برنامج آخر كلام معايا، يعني كأنك متصل تتصل وتأخذ أسئلة وبعدين ندخل على الخزنة، شو رايك؟ فعلك طيب نجرب؟ طيب أول شيء خلني أعرف كيف نجرب. معلوماتك يا خالد؟ معلوماتك العامة بشكل عام؟ يعني جيدة. يعني أنت كنت شاطر في المدرسة؟ إن شاء الله. يلا انزين طيب نشوف السؤال الأول يقول ركز يا خالد، ما هي نسبة المياه من مساحة الكرة الأرضية؟ 71% ولا 35%؟ والجواب سهل. 71. 71% ونشوف. مبروك ربحت 1000 درهم يا خالد. نشوف المالتي بلاير كم راح يضاعف لك المبلغ. ترى دارس قبل لا أشارك مذاكر. ألفين درهم صاروا في رصيدك في حال إذا جاوبت صح على هذا السؤال يا خالد، وبعدين بنروح الخزنة ها؟ طيب؟ يلا السؤال يقول ما هي عاصمة رومانيا؟ براشوف أو بوخارست؟ سهلة. يا خالد وين رحت؟ بوخارست. بوخارست. نثبت السؤال ونشوف. هدوء تخوفني عبالي جاوبت غلط. لا 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 صح صح. 2000 درهم ولا 4000؟ 2000 درهم ربحت يا خالد صاروا في رصيدك. خالد الخزنة أرقام الخزنة اليوم 1-3-5-7، شو الرمز اللي راح يفتح الخزنة؟
وفي حال إذا فتحت الخزنة طبعاً الفلوس كلها راح تنقسم على كل المشتركين اللي اتصلوا اليوم. شو تقول يا خالد؟ عطني رقم، خمن رقم. يستاهلون كل الفلوس راح تكون للمتسابقين اللي اتصلوا اليوم. يدعون علي ميتة. لا لا لا، أنت بس حاول تساعدهم. أوكي، 5371. 5371. شوفوا يا جماعة الخير، غلط يا خالد. شكرا لك يا خالد، وشكرا على هذه المداخلة الجميلة، ونشوفك على خير وبالتوفيق في جميع أعمالك الفنية. إن شاء الله. تشرف فيكم وشكرا لكم يا ميتة، أنت وأسرة برنامج آخر كلام في تلفزيون دبي. شكرا لك يا خالد، شكرا لكل المشاهدين واللي اشتركوا واللي ربحوا واللي ما ربحوا. أقول حاولوا مرة ثانية وإن شاء الله تربحون الجائزة الكبرى. انتظرونا بكرة في حلقة جديدة مع أسئلة جديدة ومبلغ حلو، والجائزة الكبرى لا زالت موجودة لين باكر. تصبحون على ألف خير.